أعتقد أن السبب الأول هو طبعا التصعيد الذي نشهده في الشرق الأوسط، خاصة على سبيل المثال ما حدث أمس في الولايات المتحدة عندما بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن إنشاء نظير لحلف الناتو في الشرق الأوسط، وهذا في رأيي يعني أن إضافة خطيرة جدا، ويبدو أن نتنياهو سيكون له سيوزع بدعم من حزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا. السياسة الأمريكية، موقف أمريكي من إسرائيل لن تتغير على الرغم من أن هناك آراء مختلفة، ويبدو أننا هناك نحن ننزلق تدريجيا إلى نشوب صراع آخر في الشرق الأوسط، ربما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، نعم وهناك المخاطر، وهذه المخاطر تطغو على المشهد حاليا، فلذلك لم يتم ذكر موضوع اللقاء مع إردوغان، وكذلك مثلا موضوع أوكرانيا وغير من المواعيد، كل شيء كان في سياق عام ولم يتم التوقيع على أي وثائق ثنائية بين الطرفين.